حضراتكم طبعا عارفين ان النادي الاهلي بينتظر مباراه مهمه جدا في بدايه رحله المنافسه على لقب دوري ابطال افريقيا مع الفائز من الاتحاد المنستيري التونسي والجيش الرواندي. وده من ضمن الحاجات اللي بنتكلم عليها، ان الوقت بيجري وان ملف كره القدم في النادي الاهلي الكل مركز عليه والكل بيشتغل على قدم وساق، بدايه من مجلس الاداره حتى غرف الملابس وعمال غرف الملابس، كل الناس بتشتغل بشكل احترافي تحت قيادة احترافية كبيرة جدا تحت قيادة مارسيل كولر. النهاردة كمان في الأهلي اليومين اللي فاتوا الصفقات الجديدة، عندنا المهاجم البرازيلي برونو سافيو، لعيب مميز جدا، ويمكن أنا من خلال السوشيال ميديا لعيب بيلعب في أكتر من مركز، يعني طبعا وجوده في النادي الأهلي أكيد إن شاء الله هيكون مكسب كبير إن شاء الله للنادي الأهلي. زي ما بقول لحضراتكم بيلعب اولا بيلعب وينج ليفت وينج رايت، بيلعب وسط ملعب في الناحيه اليمين وفي الناحيه الشمال، بيلعب كمان سترايكر، بيلعب راس حربه، فعندنا يعني لعيب مميز بيلعب في اكتر من مركز، وده اللي محتاجه النادي الاهلي. يعني بدل ما تجيب 3 4 لعيبه في بعض المراكز دايما يفضل ان اللعيب بيلعب في اكتر من مركز. سابيو طبعا من نوعيه هؤلاء اللاعبين، لعيب عنده قدرات مهاريه كبيره جدا جدا، ويمكن هو قال كمان انه هدفه هو حصد البطولات مع النادي الاهلي. يعني سافيو قال ان مثله الاعلى كمان في كره القدم هو الساحر رونالدينيو، وان الفريق المفضل ليه في العالم هو فريق برشلونه. يعني طبعا صفقه ان شاء الله تكون صفقه مميزه جدا جدا جدا. وكمان مصطفى سعد زي ما حضراتكم شايفين، مصطفى سعد خامه طيبه جدا، كان بيلعب في نادي سيراميكا في الدوري المصري، انضم إلى النادي الأهلي لخمس مواسم قادمة. كل التوفيق لمصطفى سعد، لعيب أيضا من اللعيبة المهارية الجيدين، لعيب صغير في السن عنده أكيد طموحات ويعي تماما قيمة التيشيرت اللي هو شايله طبعا مع أمير توفيق، ومحتاج إن شاء الله بإذن الله أكيد مساندة جماهير النادي الأهلي، اللي دايما أي فرد بيخش في هذه المنظومة، منظومة النادي الأهلي، بيكون في دعم كبير جدا جدا على مستوى الصفقات، على مستوى الإدارة الفنية كمدير فني جديد. كل جماهير النادي الأهلي ورا ناديها، ورا فرقتها، ورا الصفقات الجديدة اللي محتاجة دعم، صفقات دايما الجديدة. اللعيب بيلعب في نادي سيراميكا مفيش ضغوط جماهيرية عليه، بيلعب بأريحية، وجوده في النادي الأهلي أكيد هيكون فيه ضغوطات، لازم إحنا كجماهير النادي الأهلي نساند هذه الموهبة، نقف في ظهرها ونقف وقف على رجلين، نديله الثقة بشكل كبير جدا. كل صفقاتنا ان شاء الله، وما زالت ان شاء الله الصفقات مستمره في النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله، متفائل بموسم جيد للنادي الاهلي، ويعود الاهلي لما عليه في يعني مطب صغير كده عدينا عليه، ولكن يبقى النادي الاهلي تاريخ كبير جدا من البطولات.